السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد وحلقة ثانية من الحياة الواقعية بوردر أوفيسر. شكرا على دعمكم في الحلقة الأولى، وبناء على رغباتكم راح ننزل الحلقة الثانية. هالمرة ما فيها جيم أوفر يا حبيبي، هالمرة بإذن الله راح نصمل وراح ندفع الإيجار، وما يصير نفس الحلقة الأولى والنكبات اللي صارت اللي شفتوها بإذن الله. زوجتي هذه غنية على التعريف، تعرفونها ماذر إن لو. طبعا كنت مخطي أقول ماذر إن لو اللي هي أمي، لكن ماذر إن لو يا أخوي خلنا نفتح الباب، هذا أزعجني. خير خير خلاص، أعطني أعطني أعطني، فاهم السالفة، وقع خلاص، انتظرني في الموتر لو سمحت بجيك. طيب ماذر إن لو يا جماعة الخير ترى مش أم، مش أمي ماذر إن لو، يعني أم زوجتي اللي هي الحب، هذيك اللي واقفة هناك. وبس خلنا نفتح الثلاجة، نحط الفاصوليا في الثلاجة عشان لا يموتون علينا هذولا، ونحط الفحم عندهم في الستوف عشان يدفون، وحبة بيبسي يا طول العمر سريع وانا رايح الدوام. شوف الهابينس فوق على اليمين كيف بيرتفع، يا سلام. طيب خلنا نركب الموتر بدون ما نضيع وقت، بدون ما نضيع فلوس. هالمرة بإذن الله ما راح أدخل لا قمار ولا أخربها، راح أحاول أحافظ على الفلوس، ما راح أقامر. دقيقة يا شباب، دقيقة دقيقة قبل لا نروح الدوام. ليش منشل الخشب ونبيعه في الطريق؟ هذه شغلة تعلمتها صراحة فراح تفيدنا كثير. نحط الفاس بيدي وخذ يا حبيبي. طيب كويس كذا اكون عبيت الشنطة بالخشب عشان اعرف ابيعه واستغل روحتي لين هناك، ما اروح فاضي عشان نجمع فلوس. طيب على المحل وديني، ظاهر ان هذا المحل اللي يمديني ابيع عنده الخشب، بنفس الوقت اشتري من عنده الحبل واربط الخشب مع بعض ومن ثم ابيع عنده. خلنا ندخل عنده يا رب ما يخاف بالفاس اللي بيدي هذا. السلام عليكم. شوف عشان نقول له سل، دقيقة خلنا نشتري الحبل، انا متأكد ان الموضوع فيه حبل. You cannot carry anymore. طيب خلنا نحذف هذا. يقول لي ايه مكتوب هنا، يقول لي 7 woods and 1 rope. عندي 3 4 5 6 7، ممتاز. طيب الفاس خلني ارميه هنا، ضرب يا رب ما يقلش بس. طيب الفاس موجود، خلنا نشتري من عنده الحبل ومن ثم نسوي كومباين وبعدين نرجع ناخذ الفاس حقنا، يا سلام. طيب الحين من وين ابيع يا الغالي؟ حلوين مثل ما تشوفون يا جماعة الخير، اقدر ابيعه بسبعة، خلنا ابيعه بسبعة. والله يا جماعة الخير ما يجيني صبر، انا يوم اشوف محل القمار هذا لازم انزل له. تدرون ليش يا اخي؟ الحين انا معي 20 صح؟ العشرين هذه لو فزت بخليها 40، يعني تضاعف، يتضاعف المبلغ كامل. خلنا نسكر الباب عشان لو خسرت والله لا اجلدكم انتوا الاثنين هنا. مثل ما شفتوا في الحلقة الماضية خسرت من الحصان الازرق، اخترت الازرق اذا ما خاب ظني. هالمرة راح اجرب الشخص هذا من وجهه، ان شاء الله راح افوز معه. يقول لي بلاي هيدز اور تيلز، هذه اللعبة عرفتها اللي هي العملات، تختار كل عملة فيه وجهين لها فانت تختار. المهم اتوقع فهمت السالفة. الحين براهن بالفلوس كاملة، يعني يا اما اني ادخل دخلة جامدة يا اني اطفي اللعبة وراح انام. طيب انا بختار الحين الوجه هذا، يا رب يا رب ان العشرين هذه تصير 40، ما تصير صفر تختفي الاثنين. بسم الله. ليش صارت صفر؟ صارت صفر من قبل لا يقرب العملة، اقسم بالله غش يا شيخ. هالمرة بإذن الله ما راح ادخل لا قمار ولا اخربها، راح احاول احافظ على الفلوس، ما راح اقامر.